السلام عليكم. هذا يوم، احنا اليوم الثلاثاء 29 جوان، لنا احتفال لهاد الوليدات هادو اللي هما تابعوا هاد السنه هادي وجابوا نقاط ممتازه الحمد لله، وجبنا تقريبا 99% في النتائج ديال البكالوريا، وجبنا 100% في السنه الاولى بكالوريا، والحمد لله هاد الوليدات هادو يعني الجهود ديالهم يعني عطات الثمار ديالها الحمد لله، هما والاساسي ديالنا الحمد لله. والحمد لله هذا الشيء علاش درنا هذا الاحتفال هذا، عطيناهم الجوائز ديالهم وفرحنا بهم ومشنا معهم، لان هذه الحفله هذه الحمد لله كمبادره باش يدير يكون واحد التواصل بيننا وبين الاباء وبيننا وبين التلاميذ. والحمد لله هذه السنه هذه اللي بعد لكن شويه ديال المشاكل من ناحيه ديال هذا كوفيد، وكان في الاول كنا درنا دراسه عن بعد، ولكن يلاه في ذاك الاسابيع الاولى والحمد لله قدرنا نتجاوزوا ويقراوا الوليدات ويجيبوا نقاط مزيانه، وحنا فرحانين بهذا النهار هذا. تنوجه الشكر ديالي للطاقم الاداري اللي عندنا بالرئاسه ديالهم الاستاذه وفاء، هي المنسقه ديال المؤسسه، والمديرين والاساتذه وجميع الناس اللي سهروا على هذا المؤسسه وصلوها لهذا النتائج الممتازه الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم استاذه وفاء ابو ابراهيمي، منسقه ديال مؤسسه موناليزا. اليوم الحمد لله قمنا بواحد الحفل بمناسبه النجاح ديال الابناء ديالنا، الحمد لله كلهم كانوا متفوقين وكلهم جابوا نتائج ممتازه، فرحنا بهم ووزعنا عليهم جوائز، وكان وشرفونا وشرفوا المؤسسه ديالنا، وكنشكروا بزاف المؤسسي بن جلون، وكنشكروا الاطر التربويه والاداريه اللي كتشرف على مؤسسه موناليزا اللي عطات الثمار ديالها الحمد لله، ولو انها مؤسسه حديثه التاسيس الا انها في ظرف سنتين عطات الثمار ديالها، بحيث الحمد لله حققنا نتائج ممتازه في البكالوريا وفي الاولى بكالوريا، وهاد الثمار هذه كانت بفضل المجهودات ديال الاساتذه اللي كنشكرهم بزاف، واللي هما يقومون على تسيير المؤسسه وعلى تلقين هاد الفئه المتعلمه. والحمد لله دازت السنه في ظروف جيده رغم الجائحه ورغم الظروف ديال الوباء ورغم الظروف اللي مرت بها الحمد لله البلاد ديالنا، الا ان الحمد لله استطعنا اننا نوصلوا للهدف ديالنا، وهو ان وليداتنا يكونوا في اعلى المراتب. وكنتمنى ان شاء الله السنه المقبله تكون بحال هذه السنه في ظروف جيده، تمر في ظروف جيده ان شاء الله، ونحصلوا على نتائج ممتازه. وعندنا الحمد لله المدير استاذ طلحه اللي كيقوم بالواجب ديالو على اكمل وجه، وانسان ديال المهنه، وانسان اللي استطاع انه يوصل الدراري لمراتب عليا، وجميع اللي نسيتو جميع الاطر العامله عندنا من الاساس حتى المؤسس السي الحاج بن جلون اللي اختار ناس اللي هما في المستوى واللي داروا يد في اليد واللي تعاملوا كانهم اسره واحده، والحمد لله استطعنا نحققوا نتائج ممتازه. وكنتمنى والاباء والامهات يكونوا راضيين علينا وعلى النتائج ديالنا، وانهم سنه مقبله ان شاء الله نكونوا في نحققوا ما هو نتائج احسن، ونستقطبوا ناس اللي في المستوى وتلاميذ اللي هما في مستوى جيد، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يوفقنا من هذه العمليه اللي كنقوموا بها ولهذه الرساله النبيله اللي احنا بالصدد ديال الانجاز ديالها، وهي العلم اللي كنلقنوا لهاد الدراري. ونتمنوا ان الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في هذا النوع، يعطينا ويبارك لنا الله سبحانه وتعالى، ويجعلنا ان تكون صدقه جاريه، وتكون بالنسبه لنا ربي سبحانه وتعالى يوفقنا ان هذه المساله ما تكونش مساله تربويه ولا تعليميه، بقدر ما تكون رساله انسانيه في حق هاد التلامذ وفي حق الاباء والامهات وفي حق هاد الفئه العامله معنا وهاد الاسر وهاد البيوت اللي مفتوحه بالفضل ديال هاد المؤسسه هذه والفضل ديال الحاج بن جلون، الله يطول عمره ويزيد بنا القدام وبهاد المؤسسه ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم، انا كاب تلميذ يتابع دراسته في هاد المؤسسه، مؤسسه موناليزا، جئت هذه الامسيه وحضرت حفل نهايه السنه في أجواء رائعة وفي جو تربوي وعائلي جميل وجيد جدا. أتقدم بالشكر لجميع أطر
ومدرسي هذه المؤسسة ولجميع المسيرين والإداريين وللسيد المدير وللسيد المؤسس السي بن جلون، وأتقدم بالشكر لجميع الساهرين على نجاح الدراسة في هذه المؤسسة. وأود أن أشير إلى أن الأجواء خلال السنة الدراسية كانت جيدة وكانت ممتازة، والحفل كان ممتاز، وشكرا لكم. مفتش تربوي مؤثر بالمؤسسة، بين المهام الأساسية داخل المؤسسة هو الإشراف على تأطير تكوين الأساتذة، وبطبيعة الحال مراقبة الجودة، جودة الخدمات المقدمة من طرف الأساتذة، جودة التعلمات لدى المتعلمين. وهذه العملية ماشي سهلة، هي كتطلب واحد المجهود كبير، كتطلب دائما واحد تحيين ديال المعارف والمعلومات باش كل واحد على مستوى تقديم الأطفال والأساتذة جميع المستجدات الطارئة في المنظومة التربوية على الصعيد العالمي. نستمد هذه العملية كذلك من الأنظمة الناجحة دوليا، غالبا فرنسا، كندا، بلجيكا، هما المرجعية ديالنا فيما يتعلق بالمستجدات التربوية المعتمدة. إذن احنا الآن بصدد تسويج واحد الحفل، تنظيم واحد الحفل تتويجا للسنة الدراسية 2020-2021، من خلاله كما لاحظتي وقدمنا مجموعة من الأنشطة، والآن كنقدموا النتائج والجوائز للمتميزين الناجحين المتميزين في جميع الأسلاك، أولي ابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي. منين ساليوا هذه العملية بطبيعة الحال غادي يشتغلوا على مشروع تنظيم السنة المقبلة، انطلاقا من تبني مجموعة من المناهج الدراسية وإعداد العدة لإنجاح الموسم المقبل إن شاء الله بحول الله. Je m'appelle Hiba Baroudi, je suis une élève de 6e année. L'année prochaine, je serai en collège. Je remercie très fort le fondateur, M. Mjloun, et sa femme. Et je remercie aussi tous les maîtresses et le cadre administratif. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.